دابو انه الدراري مابقاوش باغيين يتزوج ولا كلشي لاقينو كلشي لاقينو ضح كلشي لاقينو شفليا كلشي السلام عليكم الخوت كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد شاخد الخوت في هذا الفيديو هذا ما كاين لا موت الضحك تمام نبدا ممكن يكون الذئاب عباره عن رجال يغتصبوا بس ايوه تصير ليش لا لما يشوفوا بس جميله كيوت الرجال يغتصبوا حتى اي شيء في الحياه الشاكمه صاحبي الشاكمه لا حول ولا قوه التلامي يلا قوم عليه الله ينعلي ما يحشم. This is the first time I see a cat scared of a mouse. Unbelievable. My cat is not afraid of mice. What about your cat? Tell me in comments. My cat thinks I'm a loaf of bread. Massage. شير الناشخ شير حاولوا علي ذلك لا تلاهدك ناقي ما نخلي دروبه ما نخلي قهاوي ما نخلي جراضي كلشي الناس يسيقوا لي الاخبار هاي مع فلان هي خارجه مع فلان ماني على حالتي وماني على الشوهاء عفابور عهكاك واللي باغي نعقل راجل داركم حقمون انا ولي لي الحق هذاك شي على الدراري الصغار هاي دوز بك الوقت تيعيا ها ويلوحك يقول لك حق راه امي جات ليا بنت خالتي امال بغيت ديكتيو ها غادي خارجه معاه بسروالك هكاك مشارطه اش غيدي هذا لا داك الدرجه غديريني انت كاع اش غدير او كاع الشطايط تما غتشربطيهم وتعودي خارجتي ويا كاع حوايجكم مشربطين شوها حقمونا انا حتى الشوها حنا ما عندناش داك الشيء انا راه حتى انا صحابات محيدهم ياك الصحابات ما عندي ما ندير بهم ما عنديش ديك السبه ديال راه غادي عاد صاحبتي بيتا عاد صاحبتي كنت عاد صاحبتي محيده انا ما عندي ما ندير بها انا راه خالتي اللي هي خالتي خوت امي شقيقتها من روح الروح ما كنباتش عندها انا راه امي راقده حداها وتشك فيا
كل مرة تغزني شوفني شبقى راك بحدايا عانا نطلق طوالي كنت تلقى وقف عليه يقول لي في كتك يا مرة اني كنت عرفت طوالي لا 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 يوبا يوبا شحال من واحد دروك الجيران ما عارفينش شحال هما الطفلة نحنا ماشي كلشي حنا هكا الطفلات راه كاينين بنات الناس وكاينين بنات الناس ها شوفي العيالات كي دايره شوف شوف ماشي ما كاينش شي واحد اللي يتسالوا الصراحه انا بزاف ديال البنات كيجيو كيبغيو يترطوا ماشي انا ماشي من ديك النوع اللي كنصار على البنات يعني اغلبيه هما اللي كيتصرعوا عليا حسك اغلبيه عيوناتك زوينين هذه هي الاغلبيه ديال الهضره اللي كنسمعها بزاف عادي كنحس بها عادي نورمال الخلقه ديال الله ماشي انا اللي خلقتها ربي خلقني زوين هكذا بالحق سي نورمال عادي كنحاول نتعايش مع هذا الشيء هذا لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك الحق ما كنطيحش في الفخ ديال الدريات حيت مدوز تجربه دوز التجربه اللي خلتني انني ما نعرف المعدن ديال الدريات شنو كيسوى واخا انا هنايا في كازانيت ماشي واحد البنت قالت لي فينا زريقه قلت لها فين صافا عادي نورمال هيدا شدتني جات صحه شدتني في يديا قالت لي لا نمشيو نتغداو قلت لها لا سمح لي انا قالت لي لا لا نمشيو نتغداو شدتني صحه المهم ديك احاولوا علينا البنات الله يهديك شغل صحه ما قدرتش انا نرفض قلت لها واخا زيد ماشي مشكل مشينا وهذيك قالت لي نتصاحبوا قلت له اسمح لي انا ما كنتصاحبش نقدر نكون نطيح انا بالحق انا ما عنديش ديك الفكره بانني بغيت نطيح البنات يعني هما يطيحوا الراس فهمتيني الا بغاو الحي مطري يا اخي سي مبروج شري بغيت لك الستر الو وي خاصك تنقصي من دردك واشي خد تسونامي عاد تحزم تقرعك في الكوشه وقلت لها قطع الشانطي الله يقطع لكم الحس انا ماشي ضد انا ما ضد معاه حقيقه مره حقيقه مره عزكم ابنيت اليوم وجبها بالسلطيحة يا اختي ها بونجور المهم الخط وصلنا لخط الفيديو كنتمنى يكون نال اعجابكم نعجبكم ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم شاركوا في القناه تفعلوا معكم الجرس خليوا لي التعليق الزبونه ديالكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.